المعدلات التابع من الدرجة الثالثة للحصول على معادلة المماثل المنحني في نقطة س، وبذلك تكون قيمة عين مساوية لأساس اللوغاريتم الطبيعي مرفوع لناقص 10. انتهى. يا سلام يا نجيب، يا عين عليك يا أخي، لقد حللت المعادلة في 15 ثانية و87% من الثانية. ما زال الأمر يستغرق مني وقتا طويلا جدا. ماذا؟ وقتا طويلا؟ يا أخي لا تكن نكدا وسلبيا، إن سرعتك في حل المعادلة تؤهلك للفوز في مسابقة الرياضيات السنوية وكأنها شربة ماء. طالما أنه موجود فسيكون من المستحيل الفوز بهذه السرعة. من؟ هل تقصد بهلول؟ لا تذكر اسمه أمامي، لأن ذلك يجعلني أشعر بأن كراري ستنشكح شلولة. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. ما به نجيب؟ يبدو أن كراره منشكحة شلولة. نعم نعم، هذا ما يحصل معه عندما يذكر أحد اسم منافسه في المسابقة. هل تقصد فراس غوروس؟ من؟ هل تقصد فراس غوروس؟ يا أخي قلت لكم 77 مرة وسبعة بالعشرة من المرة لا تذكر اسم هذا المخلوق أمامي، لأن ذلك يجعل انظر ماذا فعلت، لقد بدأت كراري بالانشلاخ شكوكح الآن. يا أخي حدد موقفك الآن، هل يؤدي ذكر اسمه إلى انشكاح كراره شلولاخ أم إلى انشلاخ كراره شكوكح؟ على مهلك يا نجيب، ما الذي جرى لك؟ هدئ أعصابك. لا أريد أن أهدئ أعصابي، اتركني. لا تقلق يا نجيب، طالما أن متعب وبهلول معك ضع يديك وقدميك في ماء بارد. ها